السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب الصف الثاني الابتدائي، اهلا بكم في عام دراسي جديد ان شاء الله سعيد ومليان بالنجاحات والتفوق ان شاء الله. في سلاسل الفيديو القادمة هنقرأ مع بعض الدروس بتاعت كتاب بيت باي بيت بتاعت سنة تانية، وكمان هنحل التدريبات اللي عليها. طيب النهاردة ان شاء الله هنحل ونقرأ، هنقرأ الاول كلمات الدرس الاول في كتاب بيت باي بيت لسنة تانية، طبعا نسخة 2025. هنقرأ اول درس في صفحة 20 في كتاب بيت باي بيت. يلا افتح معايا كده صفحة 20، واول حاجة هي بتكلمنا عن الفاميلي العائلة. يلا نقرأ مع بعض كده. عندي كلمة father, 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 dad, mother, 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 mom, mom, mother, mom. طبعا dad و mom بلغة الايه؟ الاطفال. طيب عندي كلمة الجدة يعني grandma. طيب الجد grandpa. طبعا الدي برضو silent، ما بقولش grand، بقول grandpa. طيب عندي كلمة الوالدين parents. الوالدين parents. طيب grandparents. يعني ايه grandparents؟ يعني الاجداد او الجد او الجدة. اسمهم ايه بقى؟ grandparents. طيب عندنا مين تاني في العائلة؟ عندنا اخت يعني sister، يبقى sister اخت. طيب اخ brother. عم او خال uncle. طيب اولاد العم او بنات العم او الخال اسمها ايه بقى؟ cousins. طيب تعال نشوف صفحة 21 بتقول ايه. عندنا هنا other words يعني كلمات اخرى، زي كلمة ايه؟ زي كلمة نظارة glasses. وخلي بالك ان كلمة نظارة جمع، يعني لما اجي اعمل عليها جملة مثلا هقول these are glasses، استخدم معها are للجمع. skirt. teacher. مدرس teacher. nurse. ممرضة nurse. طب هنا عايز يقول لي طبعا اسماء الاشارة اللي هي this is، بيجي معاها شخص، او لما نيجي نعرف شخص نقدم شخص لحد هنقول this is my mother، يعني هذه تكون امي. وطبعا this is هيجي وراها اسم مفرد. طيب عايزين نقدم اشخاص، مجموعة من الاشخاص جمع يعني لشخص اخر، هنقول these are ونحط كلمة جمع اللي هم الاشخاص. طب زي ايه؟ these are my friends، يعني هؤلاء يكونوا اصدقائي، يبقى this is هيجي وراها اسم مفرد، اما these are هيجي وراها اسم ايه يا جدع؟ سنة تانية، اسم جمع. طيب عندنا هنا لما نيجي بنتكلم عن شخص او نوصفه بنقول، بنستخدم البرونونس اللي هي الضمائر، بنقول هي از او شي از. تمام، اقول شي از 8، هي تكون 8. يعني ايه هي تكون 8؟ يعني هي تكون عندها 8 سنوات، years old. طب هنا this is my uncle his name is Amr، يبقى هذا يكون عمي اسمه يكون ايه؟ يكون عمر. تمام. طيب الوظيفة برضه هقول he is او she is a او an. يعني ايه a او an؟ اقول my father is a teacher، يعني ابي يكون مدرس. طيب هنا عندي she is او he is wearing، طبعا هنا ده في زمن المضارع المستمر اللي هو am و is و are، والفعل اخره ing. اقول she is wearing a brown jacket. she is wearing a brown jacket يعني هي ترتدي جاكيت لونه ايه؟ بني. طيب تعالى نقلب الصفحة كده
ونشوف الدرس هنا بيقول ايه. تعالى نقرا الدرس مع بعض ونحل التدريبات اللي عليه. بيقولي هنا عندي هنا الجد بيقول ايه؟ good evening good evening good evening يعني مساء الخير good evening. الاب هنا الاب والام البيرنتس ردوا عليه قالوا له ايه؟ good evening. نفهم من كده ايه؟ ان التحيه بنحيي زيها، يعني التحيه حد يقول لنا good morning او good evening او good afternoon هنحيي ونقول نفس التحيه هي هي زيها. طيب عندي هنا this is my grandpa this is my grandpa. البنت دي بتقول ايه؟ هذا يكون grandpa يعني جدي. طيب number four قلنا هنا these are هيجي وراها كلمة جمع these are my friends يعني هؤلاء يكونوا أصدقائي. طيب number five هنا this is my cousins he is 5 years old يعني هذا يكون ابن عمي هو يكون 5 سنوات أو عنده إيه 5 سنوات. Number 6 هنا this is my parents يعني هؤلاء يكونوا والدي. يعني هنا البنوتة دي واقفة بتعرف لجدها طبعا الايه الناس اللي واقفين معاها يبقوا ايه. استخدمت ايه؟ استخدمت this is وراها اسم مفرد، واستخدمت these are ووراها اسم جمع، وthese are ووراها برضو اسم جمع، وهنا this is وراها اسم مفرد. نفهم من كده ان احنا لما نيجي نقدم حد او نقدم شخص مفرد هنقول this is زائد اسم الشخص. طب هنقدم شخص اشخاص كتير جمع هنقول these are واسماء الاشخاص. طيب تعالى بقى نحل التدريبات اللي على الدرس ده. هنحل صفحة 26 و27. عايزك انت تحل الاول بالقلم الرصاص وبعد كده تتأكد من حلك معايا، ما تغشش الحل. طيب تعالى نشوف هنا بيقولي هنا match يعني هنوصل. طبعا احنا مش هنوصل، احنا هنكتب الحروف اللي عند كل صورة قدام كل كلمة. grandpa يعني جد، فين الجد هنا؟ number b يبقى اكتب b. طيب هنا عندي grandparents يعني الاجداد number d اكتب d. cousins يعني ايه cousins؟ يعني ابن العم او اولاد العم يبقى number e. هنا parents يعني الوالدين number a. عندي mother number c. تمام، التوصيل بيخلي يعني خط رايح خط جاي والشكل الصفحة بيبقى وحش ومش لطيف يعني. طيب تعالى نشوف بقى الكلمات اللي تحت دي هنعمل فيها ايه. طبعا هنا كلمة متلخبطة واحنا هنرتب الجملة. هنا كلمة grandma هيعتمد على حفظك للكلمة grandma، وزي ما قلت لك مش grand grandma. طب عندي uncle يبقى uncle. عندي skirt يبقى تبقى skirt بالشكل ده. طيب sister اخت يبقى sister. تمام كده. طيب تعالى نشوف بقى الأسئلة تحت choose. هنا عندي choose بيقول لي اختار الكلمة الصحيحة من بين الأقواس. هنا this هتاخد طبعا is. طيب هنا is عايزة this. طب هنا he is my، he دي عايدة على الراجل، يبقى grandpa ولا grandma؟ لا طبعا الجد grandpa عشان he. طب رقم 4 زيس على طول تاخد R. طب number 5 هنا عندي R برضو R هتاخد زيس. تعالى نحل صفحة 27. طبعا كل صورة هنكتب تحتها ايه الكلمة بتاعتها. عندي هنا جدة هتبقى grandma. طيب عندي جد grandpa و grandma. عندي الوالدين parents يعني الوالدين. طب عندي هنا ده هيبقى father الاب، او ممكن لو هو جايبه لنا في صورة uncle عم او خال. طب هنرجع كده نشوف الصورة اللي هو كان قايل لنا عليها الراجل ده.
اي لا father father او dad father او dad هو ينفع يعني ينفع uncle او father او dad. طيب تمام احنا كتبنا عليها father وكتبنا uncle وينفع الاثنين يعني بس خليها father عشان هو قال لنا على الصورة ورا father father او dad كمان. طيب تعال نشوف هنا هنشوف الحرف الناقص وهنكمله. عندي هنا uncle طبعا ناقصها ايه you وان. طيب عندي هنا grandparents grandparents يبقى p و a parents grandparents. طيب cousins cousins ناقصها حرف الاس وحرف الاي يبقى cousins اولاد العم. sister ناقصها حرف الاي وحرف الار. طيب تعالى هنا نرتب الجمل مع بعض. هبدأ بزيس are my friends. زيس are my friends يعني هؤلاء يكونوا أصدقائي. حاول تكتبها انت بقى. طب هنا look look يعني انظر يبقى look at my parents. look at my parents يعني انظر إلى والدي. look at my parents. طيب عندي هنا this يبقى this يجي وراها is على طول يبقى this is my cousin. انا مش عايزاك ترقم انا عايزاك تكتب الجملة انا بس بساعدك يعني انت تشوف انت حلل صح ولا غلط. تمام وقلت لك حل بالقلم الرصاص لو في حاجة غلط امسحها وصلحها تاني وصححها واحفظها طبعا. number four هبدأ بmy uncle wears يعني عمي يرتدي my uncle wears glasses يعني نظارة يبقى عمي يرتدي نظارة my uncle wears glasses. طيب تعالى بقى السؤال الأخير بيقول لي هنا write a sentence يعني هنكتب جملة تحت كل صورة وهنستخدم الكلمة دي في الجملة. طب تعالى كده نشوف five يبقى ممكن اكتب هو عمره 5 سنوات يبقى he is ها مش هو عنده نقول he has لا ما ينفعش he العمر بنستخدم فيه verb to be اللي هو am و is و are يبقى he is five هو يكون five years old مش مكفي طبعا المكان old من كل كلمة وكلمة سيب مسافة عشان خطك يبقى واضح. طب parents عايزين نعمل جملة على parents طبعا parents جمع فياخد اللي احنا قلنا عليها these are يبقى these are my هؤلاء يكونوا my parents these are my parents هؤلاء يكونوا والدي. بكده يكون انتهى الفيديو ما تنساش اللايك يلا دوس لايك دلوقتي على الفيديو قبل ما تقفل وتمشي وما تنساش تشترك في القناة لو اول مرة تشوفنا عشان يوصلك كل فيديو جديد ويوصلك كمان شرح باقي المنهج بالتدريبات بتاعته من كتاب بيت باي بيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت معكم مس منى صبحي.